بنشكركم بنشكرهم زي ما لسه كنا بنقول. حسام غالي جال حسام غالي في وشنا على طول اهو كابتانه الكره المصريه بيسلم طبعا على زمايله في كره او في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. سامي قمصان السوليه فترات طويله جدا ابن النادي الاهلي كابتن حسام غالي، ولكن عمله كمدير الكره في نادي الجونه اعتقد ملوش اي علاقه بوجوده في غرف خلع ملابس النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين احتفال واحتفاء بحسام غالي. ولكن خدوا بالكم احنا اتعلمنا جوه النادي الاهلي ويقدر كباتننا الكبار يردوا على الكلام ده، اتعلمنا ان انت هتروح تسلم ولكن اول ما هتدي ظهرك وتمشي انا هموت نفسي عشان اكسب النادي الاهلي. انا بتكلم على حسام غالي لانه في النهايه ابن من ابناء النادي الاهلي وتعلم الاسس والاخلاق والمبادئ داخل النادي الاهلي، وبالتالي سلام واحتفاء بحسام غالي مدير الكره في الجونه. وبعد ما حسام يمشي على طول هتلاقي اكتر واحد بيحفز لاعبي الجونه على ان هم يكسبوا النادي الاهلي هو حسام غالي، وهو ده اللي اتعلمناه دائما داخل النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين بعض اللقطات الطريفه ما بين حسام غالي وكواليس خاصه جدا لملعب الاهلي، طبعا الحاجات دي مش هتشوفوها في اي مكان اخر ولكنها كواليس خاصه جدا بملعب الاهلي وكاميرا قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكل مسؤولي الجونه وشكرا جزيلا لكل مسؤولي النادي الاهلي على هذه الشكل الرائع اللي هنشوفه بهذا الممر بناء على معلومات من زميلنا كريم احمد انه سيكون هناك ممر شرفي لكل لاعبي منتخبنا الوطني الاولمبي اللي استحقوا اكثر من ممر، استحقوا 100 ممر الحقيقه. تمام. كابتن ماهر كنا بنتكلم